ام محمد قالت جوزي اتخانق مع ابويا او انا غضبت ورحت عند ابويا، فابويا قال لي ما انتش مروحه. مفيش الكلام ده يا اخوانا، يا اخوانا صلوا على سيدنا رسول الله. طالما الزوج مؤتمن على عرض البنت، يعني ايه مؤتمن على عرض البنت؟ يعني ما بينتهكش عرضها، ما بيأمرهاش بمحرم. وغضبت عند بابا يومين، اهو اليومين بتوع بابا دول عاملين زي يومين الساحل، هنطلع الساحل يومين ننبسط عشان نرجع للهم تاني. فاليومين بتوع بابا دول اليومين بتوع الساحل، لكن الهم ده مفروض عليا، الهم بتاع البيت والعيال والمصاريف والفلوس مش مكفيه. شوفوا هو هم ازاي، بس هو ده الطبيعي، ده المنطقي بتاعي. فانا ما بقول لكل اب وام مفيش حاجه اسمها بيت امك يا حبيبتي يساعك، لا كنت خليها قاعده جنب منك، مش تستني لما تتجوز وتخلف عيل وتقول لها بيت امك يساعك. طالما هي ليها رغبه انها ترجع نرجعها، بس فن بمعلمه بكرامه. انما تقول لها ايه لازم يعمل لك كرامه، طب اعمل لها كرامه، هيقوم يطلقها تاني يوم الصبح، تروحي لوزاره التضامن تقدمي على معاش تكافل وكرامه عشان البت معاها العيال وجوزها ما بيصرفش عليها وليله وشغلانه. زي السؤال اللي جالي على الصفحه من احدى السائلات اللي جوزها مسافر وسايبها 4 سنين، لا بيصرف ولا بتتكلم ولا بتعرف عنه حاجه. شرعا دي بترفع قضيه للقاضي، والقاضي بيحكم بانها تطلق للضرر. شفتوا الدين حلو ازاي؟ بس تثبت ان هو لا يصرف عليها ولا يسأل عنها. شرعا دي تروح بكره الصبح محامي قضيه،